طلع المجنون على الشغل؟ ايه طلع شوفي امي تمك حكي بدي أشكرك لأنك قبلتي تخلي مصطفى عندك، وحتى على استقبالك لعلي. ما بعرف كيف بدي أوفيك إياه، عذبك كتير. هو ابن بطنك، رحتي ونزلتي، أنا ما عم جاملك، بس أنت طلعتي بنت أصيل يا جميلة، وما تركتي الصبي يتشرد بالشوارع. الشي اللي عملتيه بده قلب كبير كتير، والقلب اللي عندك ما في منه اتنين. لا تحكي هيك الله يخليكي. أنا ما عملت شي، أنا ما عملت غير واجبي. أنا قلبي عم يحترق لأني السبب اللي وصل له علي، بس هو ما كان يذوق دمه، عذبكن كتير. روحي عم تتعذب. المدرسة ما بدنا الأنسة تخانقنا. يلا لكن خلينا نروح. يلا امشوا. ليش لساتكم واقفين يا أولاد؟ هلا تتأخروا على المدرسة. رايحين الحارة بدنا نشتري دفاتر. بس لا تتأخروا. لا تخافي خالي ما رح نتأخر. يلا لشوف امشوا قدامي. علي بيك، علي بيك، علي بيك، علي بيك. شو عم بيصير؟ ليش عم يصرخوا من الصبح؟
علي بيك باعهم الفرش ويمكن جايين ياخذوه. علي بيك الخبطان علي بالبيت عم يدقوا عليه وما عم يفتح له، بس ما حدا منا شافه طلع. إلنا ساعة واقفين عم ندق، ليش ما عم يفتح لنا؟ معقول يكون بطال؟ شو بعرف؟ يمكن هو جوا وما عم يفتح. مدام هيك خلينا نروح. لوين بده يروح؟ أصلا ما له قدران يمشي منيح. بيكون طلع يشتري أغراض. عثمان يلا بقى خلصنا. يلا أمي روح مع رفقاتك على المكتبة وبعدين بوشكن على المدرسة، اصحكم تتأخروا ابني. يلا بخاطركم. مع السلامة جميلة خانم. رح نتأخر. انتوا روحوا انا هلا بلحقكم. هلا بخانقك المدير؟ ايه بعرف. يلا اركضوا اركضوا تأخرنا. شو عم تعمل هون؟ ليش مالك بالمدرسة؟ بابا بابا امي بابا بابا شو صار لأبوك؟ متسطح على الأرض وما عم يفتح عيونه. انت وين شفته لأبوك؟ فتت من باب الجنينة ولقيت بابا متسطح على الأرض. تا علي 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 جميلة شو صار لك؟ يلا وقف على حيلك، أنا رح أخذك على المشفى. جميلة ما بدي أي شيء، بس اتركيني بحالي. انت تعبان، لا تعند، ساعدني. انا ما بدي شي من اي حدا كرمال الله تركيني وروحي. ابني انت خليك عنده، رح جيب حدا يساعدني وبرجع. ماشي
الو ناريمان، انا جميله. جميله، كيفك حياتي؟ علي تعبان، وضعه مو عاجبني، لازم يروح على المستشفى. عم شوف اذا كمال بيقدر يجي يساعدني. يا الله، شو بدي اقول لك، كمال ماله بالبيت، كمال بالشغل. بسيطة ولا يهمك، أنا آسفة على الإزعاج. شو هالحكي حبيبتي، ما في إزعاج ولا شيء، الله يكون معك جميلة. شو هاد؟ كل ما دق الكوز بالشرة بتتصل وبتعطينا أوامر، كأنه نحن خدامين عند أبوها. مين جميلة؟ شو بدها؟ دخيلك، قال علي مرضان أو هيك شيء، وقالت إنه لازم تاخذه على المستشفى بسرعة، ودقت لك لحتى تساعده. أنا رايح شوف. خليك قاعد ولا ترد عليهم، ما ناقصنا، واللي فينا مكفينا. وعلي كمال بلا ما يرجع ياخذ وش عليك، والله بعدين بيدبقنا، ونحن مو ناقصينه يا رجال. أمي معها حق بابا، بعدين رح يلاقوا مين يدير باله عليه، خلص بلا ما تتدخل. برافو عليكي،